تعتبر الجهود الوطنية التي تقودها وزارة التنمية المستدامة اليوم في ظل استعداد مملكة البحرين لتقديم تقريرها الطوع الثاني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تقريرنا مهما، ونعتز بشراكة وزارة الخارجية مع وزارة التنمية المستدامة وكافة القطاعات والوزارات المعنية في الدولة في هذا الصدد. ويعتبر تدشين سلسلة من ورش العمل اليوم خطوة في غاية الأهمية لإشراك كافة الجهات المعنية في المساهمة بإشراكنا بما حققناه سويا في مملكة البحرين، ولتقديم أفضل ما قدمته المملكة في تنفيذ هذه الأهداف. نعتقد بأن تدشين ورش العمل اليوم سيحقق التطلعات وسيعكس ما حققته المملكة خلال السنوات الماضية في تقرير وطني رصين نعتز بالمشاركة والمساهمة في إنجازه، ونفخر بما حققته مملكة البحرين لمواطنيها والمقيمين على أرضها الطيبة، ونتطلع إلى تقرير وطني متقدم. سعيدين أن نكون متواجدين اليوم مع شركائنا في هذا الاجتماع اللي يخص الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين بخصوص أهداف التنمية المستدامة، واللي إن شاء الله راح يتم استعراضه خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة في نيويورك في شهر يوليو إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله من خلال هاي الاستعراض إبراز إنجازات مملكة البحرين خلال السنوات اللي مضت بالنسبة لجميع أهداف التنمية المستدامة وجميع الفرص اللي موجودة حاليا والخطط اللي تم وضعها لتحقيق الأهداف. ومهم طبعا حق إعداد هاي التقرير أن يتم مشاركة جميع الأطراف الموجودة في المملكة، فراح يتم إن شاء الله عقد عدد من ورش العمل خلال الأسابيع القادمة للجهات الحكومية، للقطاع الخاص، للأكاديميين، للسلطة التشريعية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى المعنيين بملفات المرأة والطفل والشباب إن شاء الله، عشان يتم مناقشة تطلعاتهم بالنسبة حق أهداف التنمية المستدامة واللي تشوفون المملكة حققتها خلال الفترة اللي ضافت. طبعا برنامج الحكومة لعام 2023-2026 وضع أولويات تتعلق بالدفع بعجلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ووضع البرامج والخطط المحددة حق يتم تحقيق الأهداف، فهي طبعاً بتكون جزء كبير من المناقشة من ناحية التطلعات المستقبلية والخطط والاستراتيجيات اللي تم وضعها.